معهد الدراسات المصرفية يعتبر مؤسسة غير هادفة للربح. أسس هذا المعهد بموجب مرسوم أميري في سنة 1970 كمركز للدراسات المصرفية، ثم تم تعديل المرسوم في سنة 82 ليكتسب صفته الحالية وهو مؤسسة متخصصة ويصبح معهد للدراسات المصرفية. يعمل المعهد تحت مظلة بنك الكويت المركزي، وبموجب مرسوم التأسيس أيضا يقدم هذا المعهد خدمات منها التعليم، التدريب، اللغة الإنجليزية، البحوث، وذلك كله في سبيل خدمة الاحتياجات التطويرية للقطاع المصرفي والمالي الكويتي. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية. دكتور يعقوب، نصبح عليك بالخير، وسعداء جدا بوجودك معنا خيرت. في برنامج العالم هذا الصباح. أنا أيضا سعيد بوجودي معكم وأتشرف بهذا اللقاء. نحن أسعد. شكرا لك دكتور. في أقمت حفل تخرج بغرفة تجارة وصناعة الكويت قبل أيام، ودنا نعرف شنو كانت المناسبة. هذا الحفل أقيم برعاية معالي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وحضور 2 من أعضاء مجلس الإدارة، وفعاليات كبار فعاليات البنوك الكويتية المساهمة معنا في المعهد، وهو كعادتنا السنوية بتكريم المتفوقين من ما التحقوا بدورات المعهد وخاصة الدورات الرئيسية. عندنا اليوم في دورات معتمدة لها اعتماد أكاديمي من معهد لندن المصرفي والمالي، وهو مؤسسة عريقة جدا أنشئت في 1879، يعني صار لها تقريبا 137 سنة، تعتمد شهادات في 5 مجالات رئيسية اللي هي مدير فرع. اليوم ما في أي مدير فرع لأي بنك من البنوك الكويتية إلا يجب أن يلتحق بهذه الدورة ليكون قادر على أداء دوره، سواء من الجانب الفني أو من الجانب الإداري، وكذلك مساعد مدير فرع ومدير ائتمان اللي هو مسؤول طبعا عن الكريدت والريسك أو إدارة المخاطر. فكل هذه الدورات الرئيسية احنا نحتفل بتكريمهم، تكريم لهم وتشجيع لهم للالتحاق بهذه الدورة وغيرها من الدورات، والحضور الكبير للجهات الراعية والجهات المشاركة معنا من بنوك الكويتية. لا شك انه مجال دعم، حضر معنا 140 طبعا متدرب واهاليهم كانت اكتظت فيهم القاعة، فهذا تكريم لهم وتكريم سنوي لهذه الدورات اللي نعتبرها دورات مميزة او متميزة نسلط الضوء عليها ونعطيهم نوع من الاهتمام للالتحاق فيها. وطبعا لا شك الاعتماد الأكاديمي يعطيهم فرصة ليس للعمل في بنوك الكويتية، وحتى لو أحد رغب فيهم أن يعمل في بنك أجنبي طبعا الرعاية والاعتماد من هذه المؤسسة العريقة لدور الكبير في هذا الأمر. جميل دكتور يعقوب، أنت تكلمت الحين عن ما يقدمه المعهد هنا داخل دولة الكويت، ونتيجة هذه الكورسات التدريبية والدورات التدريبية المختصة، حدثنا عن برنامج البعثات اللي يعني يقوم المعهد بالإشراف عليه بالتعاون مع البنوك وكذلك تحت مظلة البنك الكويتي المركزي، بعثات خارج دولة الكويت يتم الاستفادة منها وتطوير مهارات كل من يلتحق في العمل المصرفي. نعم، هذا البرنامج هو كان بمبادرة كريمة من معالي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وبدعم من البنك المركزي والبنوك الكويتية، ويدخل ضمن المسؤولية الاجتماعية اللي هو social responsibility، بمعنى أن هذه البعثات اللي أفضل 30 جامعة بالعالم هي تعتبر كمنحة أو كهبة للطلبة المتميزين اللي حصلوا على قبول في أفضل 30 جامعة بالعالم منتشرة في أمريكا، في أستراليا، في بريطانيا، في التخصصات اللي تدعم الاقتصاد الكويتي. يعني عندنا في MBA أو ماجستير في إدارة الأعمال، أو MSc اللي هو طبعا الماجستير في العلوم في التمويل وفي الاقتصاد وفي المحاسبة. من يحصل على قبول في إحدى هذه الجامعات المتميزة نرسله براتب مجزي يحصل على 1500 دينار كويتي، غير طبعا تكفل المعهد من خلال الدعم طبعا من البنوك الكويتية والبنك المركزي. جميل. يحصل على مصاريف الدراسة ومصاريف العلاجية، ويحصل على تذاكر، ويحصل على مصاريف الكتب واللابتوب. فهذا تشجيع لهؤلاء الأشخاص ليحصلوا على أفضل
الشهادات من أفضل الجامعات. هذا بعد البكالوريوس. بعد البكالوريوس. هذا احتضان كامل ما شاء الله. أي نعم، وهو الحقيقة نقول عنه هبة أو منحة لأنهم غير ملزمين في العمل في البنوك، فهذه البنوك لا تعمل لكي يعني تدربهم ثم يعودوا لبنوكهم. هناك بعثات أخرى بعض البنوك عندها اللي خاصة بموظفين، هذا أمر مختلف، ولكن هذا متاح لأي شخص سواء يعمل في البنوك أو يعمل في أي جهة أخرى يستطيع أن يتقدم. وإحنا فتحنا الباب السنة للدفعة الثالثة والباب مفتوح لواحد ستة، يعني المجال ما زال متاح، من لم يراسل حتى الآن جامعات أجنبية متميزة يقدر يروح للويب سايت مال المعهد، وأيضا يقدر يزور المعهد إذا حب ويتقدم لهذه الجامعات. وأنا شجع ونرحب بأي عدد الحقيقة يأتينا من الجامعات المتميزة اللي يحصلون على قبول، وبعثنا البعثة الأولى، الدفعة الأولى راحت والدفعة الثانية الحمد لله وهذه الثالثة إن شاء الله بإذن. والشروط كلها والمواصفات الموجودة بحيث أن الإنسان يدخل مثلا على هذا الويب سايت فيلاقي كل المرفقات والطلبات والشروط اللي تنطبق عليه حتى يقوم بالتسجيل في هذه. تمام، وأنا أيضا نشرناها في الصحف الكويتية وسائل التواصل الاجتماعي حثا على أكبر عدد ممكن من الأخوة والأخوات اللي يحبون يتعاون في هذا البرنامج الرائد والمهم حقيقة. يعني نعم دكتور، ودنا تقول لنا هم عن برنامج الخريجين الكويتيين. نعم، معهد الدراسات المصرفية في هارفارد، يعني أيضا هذه نقطة جدا جميلة. نعم، في هذا. نعم، الموضوع. نعم، إحنا عندنا حقة برنامجين يمكن تفضلت فيه الأخت أميرة والأخ بسام، يعني برنامجين مكملين لبعض إن صح التعبير. نعم، يعني عندنا برنامج هارفارد اللي سيعقد عن قريب في السنة، راح يكون في مسقط. إحنا بدأنا في هذا البرنامج مع الجامعة العريقة، هي من أفضل جامعات العالم طبعا اللي هي جامعة هارفارد، في برنامج في الاستراتيجي والليدرشيب أو القيادة والاستراتيجيات أو التخطيط. بدأ كان البرنامج كويتي بحت نتيجة للنجاح الكبير اللي لاقاه هذا البرنامج. الأخوة الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس إدارة ارتأوا أن يتحول هذا البرنامج من برنامج محلي إلى برنامج خليجي، فالسنة راح نعقدها للمرة الثامنة على التوالي. قمنا نتنقل كل سنة إلى مدينة من مدن دول مجلس التعاون، ويحضر معنا في هذا البرنامج أخوة مشاركين من اللي يعملون في البنوك الخليجية، ليس فقط البرنامج مفتوح للكويت لما مفتوح للدول الخليجية، وبدعم حقيقة من أعضاء المجلس من بنوك للمشاركة بقدر الإمكان. هناك دعم للبرنامج بحيث يعني يشارك أكبر قدر عدد ممكن، والبرنامج يلاقي نجاح بعد نجاح. أما البرنامج الثاني اللي هو نعتبره أيضا برنامج مكمل لما تفضلت فيه الأخت أميرة، اللي هو موضوع البرنامج الخريجين الكويتيين. برنامج الخريجين الكويتيين برنامج مدته سنة، برنامج يعني بعض الأخوان يعادله في برنامج ماجستير لأنه سنة كاملة، لكنه هو يحتوي على أربع جوانب. جانب عندنا تدريب في معهد الدراسات المصرفية، تدريب أكاديمي، وتدريب أيضا اختبارات، وتدريب عملي وحالات، وأيضا عندنا تدريب في نفس بنكة، اللي هو لأن الشخص الذي يتقدم بهذا البرنامج ويقبل يعين من اللحظة الأولى، يتقاضى راتب من بنكة ويتدرب لمدة سنة، خدمته موجودة بالتأمينات، يلتحق بهذا البرنامج، فيكون عنده تدريب أيضا في بنكة. الجزء الثاني، الجزء الثالث اللي هو التدريب الإلكتروني، والجزء الرابع نحن نوفر له تدريب في أفضل البنوك الأجنبية، يعني الـ HSBC، تشيس مانهاتن، سيتي بانك وغيرهم، بنوك في أمريكا وبنوك في بريطانيا وسنغافورة وهونغ كونغ وبعضها حتى بدول الخليج، بنوك المتميزة في دبي وغيرها، فهذا يعطيه خبرة عملية اللي هو الانترنشيب. احنا اليوم يعني الدور الأكاديمي دور مهم اللي تؤدي الجامعات الموجودة سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، لكن السوق اليوم الاقتصادي والسوق المصرفي يحتاج إلى مزيج من الخبرة الأكاديمية وأيضا من الخبرة العملية اللي احنا نحاول نوفرها بالبنوك الأجنبية، وهذا يتم من خلال العلاقة اللي احنا قاعدة يعني نكتسبها سنة مع سنة مع هذه البنوك الأجنبية المهمة، وأيضا علاقة بنوكنا، علاقة بنكنا المركزي وعلاقة بنوكنا مع بنوك أجنبية، تواصل مهم معها والتبادل الاقتصادي اللي قاعد يثمر وينتج على دفع الشباب الكويتي ليكون لهم دور كبير في الحاضر إن شاء الله في المستقبل في القطاع الاقتصادي وبخاصة في القطاع المصرفي إن شاء الله. دكتور يعقوب، أنت كنت على سدة القيادة في الجانب التربوي والتعليم وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأنت تعلم أن بمخرجات التعليم في جميع التخصصات المصرفية منها المحاسبة، البنوك وغيرها، الطالب بعد ما يتخرج من الجامعة أو المعهد التطبيقي أو المعهد الموجودة بعد 4 سنوات سوق العمل يحتاج دائما إلى وجود شخص معه خبرة، هو يملك شهادة، ولكن
ولكن الخبرة غير موجودة. ما هي خطواتكم القادمة في التعاون مع القوى العاملة أو ديوان الموظفين في كيفية صقل وإعطاء برامج مكثفة لهؤلاء الخريجين الجدد؟ نعم، سؤالك الحقيقة سؤال مهم ويتيح للمجال لشكر يعني برنامج إعادة الهيكلة على التعاون اللي قمنا فيه لأكثر من برنامج تدريبي، أن الخريجين اللي يتخرجون من سواء من الجامعة أو من الهيئة العامة للتعلم التطبيقي أو من الجامعات الأجنبية من الشباب الكويتي التقى هدفنا، التقى هدف برنامج إعادة الهيكلة في توفير فرص وظيفية للكويتيين وخاصة في القطاع الخاص، وهذا شيء احنا نشجعه ونرحب فيه، مع أيضا هدفنا كمعهد دراسات مصرفية بدعم من البنك المركزي والبنوك في أن نوفر فرص وظيفية للكويتيين. لذلك تم عقدنا أكثر من برنامج نتفق على صيغة البرنامج وعلى ما هو مطلوب من هؤلاء الأشخاص ليكونوا مؤهلين للعمل في بنوكنا الكويتية. نلتقي بالخريجين المتقدمين اللي نشعر لهم رغبة أن يقتحم هذا المجال، مجال مصرفي وهو مجال مهم، يكون عنده رغبة وعنده حماس، ومثل ما تفضلت أخوي بسام يمكن يملك الجانب الأكاديمي ولكن يحتاج فترة تدريب لتجعله مؤهل أن يدخل ويقتحم المجال هذا. فنقوم بدورات تدريبية تتراوح من 3 أشهر إلى 4 أشهر يتم تدريبهم في معهد الدراسات المصرفية، وأيضا يكون فيها جانب عملي. أيضا بعد هذا البرنامج حنا نتعهد كمعهد دراسات مصرفية بتوظيفهم في أحد بنوكنا سواء البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية، وبالتالي احنا ألحقناه في قطاع خاص، حققنا الهدف توفير فرص وظيفية للكويتيين في القطاع الخاص، تدربوا وأهلوا. الجانب الأكاديمي مثل ما تفضل جانب مهم، كملناه بجانب تدريبي أيضا مهم، وهذا الحقيقة معمول في دول العالم المتقدم. اليوم الانترنشيب أو التدريب اللي هو يتم بعد التخرج جزء مهم في فرص التوظيف عالميا وليس في الكويت، ولذلك كانت التقى الهدفين الحمد لله، ونحن سائرين في هذا الخط ونحاول نزيد العدد أكثر وأكثر إن شاء الله بفرص وظيفية للكويتيين، إن شاء الله لنرى نسبة تصاعد يوم عن يوم في هذا القطاع إن شاء الله. دكتور يعقوب، يعني أنشطتكم جدا متنوعة وكثيرة ما شاء الله، يعني دورات وكذي، فأكيد هذا كله يتطلب مجهود كبير. نعم. تشكرون عليه أكيد. الله يسلمك. معهد دراسات مصرفية. نعم. كما قلت يا أميرة بالفعل يعني جهة حاضنة يقوم مثلا بصقل هذه المهارات بعد التخرج. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وإلى المزيد من ما تقدمونه من دورات تدريبية وغيرها من مصلحة هؤلاء الخريجين بحيث أنها تصقل مهاراتهم التدريبية. شكرا جزيلا لك دكتور يعقوب. مشكورين على هاللقاء. شكرا لحضورك معنا دكتور. مشكورين.